بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي وأحبائي تلاميذ السنة الرابعة في درس جديد، أو لنقول سلسلة دروس جديدة خاصة بهذه العطلة إن شاء الله. في هذه السلسلة سوف نتبع المنهج التالي: درس من كتاب القراءة، يليه درس من كتاب الأنشطة، يعني درس نظري يليه درس تطبيقي. بالطبع هذه الدروس متعلقة بالفصل الثاني، وبما أنها عطلة فستكون الدروس متباعدة نوعا ما لكي لا نثقل عليكم بالطبع، وتجدون الوقت للمراجعة والتطبيق بالطبع. أي سؤال أو استفسار لا تنسوا أن تكتبوه في التعليقات، وشاركونا رأيكم حول الفيديو، حول القناة، كيف تحبون أن تكون الدروس وطريقة التقديم وغيرها بالطبع. وأخيرا لا تنسوا دعمنا بلايك ومشاركة الفيديو مع الآخرين، وإن لم تكن مشترك لحد الآن في القناة ومتابع لها فأرجو منك الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، وشكرا جزيلا والسلام. Projet 2. C'est la fête. Séquence 1. Bonne année. Séquence 2. Aujourd'hui, c'est l'Aïd. Séquence 3. Joyeux anniversaire. بالطبع هنا سوف نتطرق أو سوف نبدأ بلا سيكونس 1. Bonne année أو عام سعيد. Page 44. Séquence 1. 1. Bonne année. Bonne année ou am saïd. A. Écoute, yani estamia, puis dis pourquoi tu m'as dit limada Amira est contente, ay limada Amira saïda. Idan, ladaina al hiwar. سوف أقوم بقراءة الحوار بالطبع الذي دار بين ياسين وأميرة، ثم أعيد الشرح بالعربية. ياسين: Nous fêtons yanayer à l'école cette année. أميرة: Si demain la fête, je suis contente. ياسين: Pour cette fête, je fais une carte. أميرة: Une carte. ياسين: Oui, une carte de vœux. Du nouvel an à Mazir. Amira, une carte pour qui? Yassine, j'offre cette carte à ma maîtresse. Amira, ah bon, tu fais comment? Yassine, je fais un dessin et j'écris un vœu. Amira, quel vœu? Yassine, bonne année. أعيد قراءة النص مع الشرح باللغة العربية. ياسين، الطرف الأول في الحوار. ياسين: Nous fêtons yanayer à l'école. يعني نحتفل بيناير في المدرسة. Nous fêtons yanayer à l'école. Cette année, أي هذا العام. Si demain la fête. أميرة قالت: Si demain la fête. يعني غدا هو العيد. Si demain la fête. Je suis contente. أنا سعيدة. Je suis contente. Contente, c'est un adjectif. صفة. ياسين: Pour cette fête, لأجل هذا الاحتفال, je fais une carte. سأنجز بطاقة أو سأعمل بطاقة. أميرة: Une carte. هنا بالطبع علامة تعجب وليست علامة استفهام. Une carte. تتعجب يعني une carte يعني بطاقة. كأنها تتساءل لمن هذه البطاقة أو ما هي هذه البطاقة. ياسين: وي اون كارت دو فو، بطاقة أمنيات. ياسين: وي نعم، اون كارت دو فو يعني بطاقة أمنيات. فو أمنية، فو افيك إكس هو جمع لأمنية، تعتبر جمع لأمنية أمنيات. إذن عندما نضيف إكس هنا بالجمع تعني الجمع. كارت دو فو يعني بطاقة أمنيات. دي نوفالون أمازير أي رأس السنة. دي نوفالون أمازير. أميرة: إن كارت بطاقة بوركي لمن؟ هنا علامة استفهام لأنه سؤال بالطبع. بوركي أو لمن؟ لمن هذه البطاقة؟ إن كارت بوركي. ياسين: جوفخ سيت كارت أي سأمنح أو سأعطي أو سأقدم هذه البطاقة
à ma maîtresse. Yani, il a معلمتي maîtresse. À ma maîtresse. Il a معلمتي. سأهدي هذه البطاقة إلى معلمتي. أميرة. Ah bon, tu fais comment? أميرة هنا تتعجب. Ah bon, tu fais comment? وتسأل كيف تعمل هذه البطاقة؟ كيف تعمل بطاقة الأمنيات؟ أو كيف تصنعها؟ ياسين, je fais un dessin et j'écris un vœu. يعني أقوم برسم. برسم بعمل رسم et j'écris un vœu يعني وأكتب أمنية. Je fais un dessin يعني أعمل رسم أو أقوم برسم et j'écris un vœu يعني أكتب أمنية. أميرة, quel vœu؟ هنا بالطبع عبارة عن سؤال علامة استفهام هذه تدل على السؤال point d'interrogation. C'est un point d'interrogation. Quel vœu يعني أي أمنية؟ ياسين بون اني يعني عام سعيد. هذه الأمنية هنا عبارة عن بون اني. السؤال الأول أ دي لا بون ريبونس. يناير يفيتي hier 10 janvier aujourd'hui 11 janvier demain 2 janvier. إذن قل الإجابة الصحيحة. لدينا يناير يفيتي يعني يحتفل بيناير hier 10 janvier aujourd'hui 11 janvier أو demain 2 janvier. Hier تعني الأمس, أمس le 10 janvier. Aujourd'hui تعني اليوم, aujourd'hui أو بمعنى اليوم 11 janvier. Demain غدا 2 janvier. إذن حسب التاريخ المكتوب هنا 11, إذا اعتبرنا 11 اليوم, aujourd'hui اليوم 11 janvier. إذن البارحة بالأمس هو 10 janvier. 10 janvier نقول عليه hier. Hier أو البارحة أو الأمس. البارحة أو الأمس. إذن اليوم 11 janvier, غدا يكون 2 janvier. Demain غدا هو demain. إذن غدا demain نقول بالفرنسية demain 2 janvier. غدا 12 janvier. إذن الإجابة الصحيحة من بين هذه الثلاثة يناير إفيتي بالطبع demain 2 janvier. في 12 جانفي نحتفل برأس السنة الأمازيغية في كل سنة بالطبع. إذن الإجابة الصحيحة demain 2 janvier. سؤال ثاني. ريكوت لو ديالوغ بوي ريبون. ريكوت يعني استمع من جديد لو ديالوغ الحوار بوي ريبون ثم أجب. لدينا السؤال الأول هنا كاسكو لا فيت يناير. كاسكو لا فيت يناير. ما هو حفل يناير؟ بالطبع هنا علامة استفهام قلنا تدل على السؤال point d'interrogation. تدل على أن هذه الجملة عبارة عن سؤال. إذن السؤال كاسكو لا فيت يناير؟ ما حفل يناير أو ما هو حفل يناير؟ لدينا اقتراحين أو إجابتين نقوم باختيار الإجابة الصحيحة. C'est une fête du Mouloud. والجملة الثانية C'est une fête du Nouvel An Amazigh. C'est une fête du Mouloud يعني هو عبارة عن حفل مولد النبوي الشريف. مولود يعني المولد النبوي الشريف, مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. C'est une fête du Mouloud. C'est une fête du Nouvel An Amazigh يعني هو احتفال برأس السنة الأمازيغية أمازيغ. إذن الإجابة الصحيحة ما هي؟ Qu'est-ce que la fête يناير؟ C'est une fête du Nouvel An Amazigh. أين نجد الإجابة الصحيحة؟ نجدها في النص هنا. Nous fêtons Yanayer à l'école cette année. C'est demain la fête. Je suis contente. Pour cette fête, je fais une carte. Une carte. Oui, une carte de vœux du Nouvel An Amazigh. إذن ياسين يقول هنا. Oui, une carte de vœux. بطاقة أمنيات. Du Nouvel An. Du Nouvel An Amazigh. إذن نحتفل برأس السنة الهجرية. Du Nouvel An Amazigh. إذن الإجابة Du Nouvel An Amazigh
إذن الإجابة c'est une fête du nouvel an amazigh. لدينا هنا السؤال ب يقول او يناير يفيتي ستاني. او يعني اين يناير يفيتي ستاني، اين يحتفل بيناير هذا العام ستاني. اذا لدينا اقتراحين او نختار الاجابه الصحيحه منهم. à la maison à l'école. à la maison يعني في البيت، à l'école يعني في المدرسه. نرجع الى النص دائما لنستخرج الاجابه الصحيحه. ياسين nous fêtons يناير à l'école. اذا الاجابه في الجمله الاولى من الحوار nous fêtons يناير à l'école، اي نحتفل بيناير في المدرسه. اذا الاجابه الصحيحه في المدرسة à l'école. إذن او يناير يفيتي ستاني à l'école. سي qu'est-ce qu'une carte de vœux، يعني ما هي بطاقة الأمنيات. بالطبع عبارة عن سؤال qu'est-ce qu'une carte de vœux. لدينا ثلاث اقتراحات une photo صورة un dessin et un vœu يعني رسم وأمنية. ذو واحد هنا ذو أمنية، ذو هنا أمنيات بالجمع كما قلنا في الحوار نضيف إكس تدل على الجمع. هذه الإكس تدل على الجمع. إذن آدي السا رسم وإي ذو وأمنية. آدي السا يعني رسم. بالطبع ننظر أو نرجع إلى النص لكي نعرف ما هي بطاقة الأمنيات. هنا تطرح السؤال تفي كومون، أي تعمل كيف تعمل هذه البطاقة. تطرح بالطبع السؤال على ياسين تفي كومون. ياسين يرد أو يجيب جو في أديسا إي جيكري أن فو، أقوم بعمل رسم إي جيكري أن فو وأكتب أمنية. إذن الإجابة الصحيحة هي un dessin et un vœu. إذن بطاقة الأمنية هي عبارة أو بطاقة الأمنيات هي عبارة عن رسمة un dessin et un vœu أمنية. إذن الإجابة الثانية هنا كما قلنا à l'école. qu'est-ce qu'une carte de vœu. بالطبع هنا دسا إي أن ذو. تخوا ريكوت أنكور لو ديالوغ بوي تخوف لا بون ريبونس. إذن أعد الاستماع إلى الحوار مرة أخرى ثم جد الإجابة الصحيحة. puis trouve la bonne réponse. لدينا ثلاث اقتراحات. السؤال هنا أو الجملة ياسين offre la carte de vœux à. ياسين offre la carte de vœux à، يعني ياسين منح أو أهدى بطاقة الأمنيات إلى. لدينا ثلاث اقتراحات sa maman sa maîtresse sa sœur. sa maman يعني إلى أمه، sa maîtresse إلى معلمته، sa sœur أخته أي إلى أخته. إذا الإجابة نجدها في النص. نرجع إلى النص. لدينا هنا في النص أميرة une carte pour qui. هنا تتساءل أو تسأله pour qui أو لمن. لمن هذه البطاقة؟ ياسين j'offre cette carte à ma maîtresse. إذا سأهدي هذه البطاقة إلى معلمتي أما ميتخاس. إذا الإجابة الصحيحة هي سا ميتخاس أي معلمته. ياسين أوفر لا كارت دو فو أ سا ميتخاس. إذا الإجابة الصحيحة هي الثانية لو فو دو ياسين إي أمنية ياسين هي بون سونتي بون فيت
إيبوناني. إذن ننظر كالعادة إلى النص، نرجع مرة أخرى إلى النص. هنا أميرة تتساءل كال فو، كال فو، أو تطرح السؤال كال فو. يرد أو يجيب ياسين بوناني، بوناني. إذن الإجابة الصحيحة هي بوناني أو عام سعيد، بون فات يعني عيد سعيد، وبون سونتي صحة جيدة أو يتمنى له صحة جيدة. لا فو دو ياسين إي بوناني. إذن بوناني. بي avec ton camarade écoute et dis ce que les deux amis regardent. يعني مع زميلتك أو زميلك، استمع وقل ce que les deux amis regardent. إلى ماذا ينظر هذين الصديقين؟ هنا في الصورة بالطبع. إذن لدينا أميرة. سي دوما لا فيت دو يناير، غدا حفل يناير. وهنا ياسين جو في اون كارت دو فو، اي ساعمل بطاقة امنيات. بين هذين الاثنين توجد لا كالندري، كالندري او الرزنامة، كما نلاحظ هنا في الصورة. 11 جانفي، 11 جانفي او 11 جانفي، 11 جانفي. أميرة تقول هنا سي دوما، دوما إذن أجوردوي سي 11 جانفي، غدا دوما يكون 12 جانفي كما رأينا في المثال السابق. هنا إيار أجوردوي سي 11 جانفي، 11 جانفي، دوما، دوما أي غدا يكون 12 جانفي، إذن 12 جانفي. وكما قلنا أيضا إيار 10 جانفي أو الأمس أو البارحة هو 10 جانفي. إذن لدينا هنا الرزنامة أو لا كالندري 11 جانفي. لدينا هنا البطاقة، بطاقة أمنيات، عبارة عن رسم، رسم ومكتوبة فيه بوناني أو عام سعيد، عام سعيد بوناني. توجد أيضا هنا مكتوبة بالأمازيغية بوناني، هنا باللغة الفرنسية بوناني. إذن باللغة الأمازيغية أسجاس أمجاز، الله أعلم. سي مينتنو رولي إي جو le dialogue avec tes camarades. يعني الآن رولي أعيد قراءة الحوار، وألعب الدور، يعني دور الدور مع أصدقائك أو تي كاماراد. بالطبع هنا لكي لا ننسى الإجابة عن السؤال دي pourquoi أميرة est contente. إجابة نجدها في النص. أميرة سي demain la fête je suis contente. إذن هي سعيدة، je suis contente، أنا سعيدة. إذن هي سعيدة لأنه غدا الاحتفال أو الحفل بحفل يناير. سي دوما لا فات. باج 45. ا دي لو ديالوغ افيك تا تون كاماراد. قل حوار مع زميلتك أو زميلك بالطبع. جيم كولوري مون كلون، هذه الطفلة تقول جيم كولوري، يعني أحب تلوين مون كلون مهرجي. بالطبع هذا هو المهرج هنا في الصورة، والطفلة تقوم بتلوينه بأقلام التلوين بالطبع. أ تيام لو كولورياج دي زيماج. أ هنا علامة التعجب، يعني يتعجب. تيام لو كولورياج دي زيماج، تحبين تلوين الصور. تيام يعني تحبين، لو كولورياج تلوين، دي زيماج الصور. اذا كما نلاحظ هنا في هذه الصوره او في هذا الحوار الذي دار بين هذين الاثنين، جيم كولوري، هذه الكلمه كولوري، وهذه الكلمه هنا تيام لو كولورياج، لو كولورياج. اذا كولوري
كولورياج. الأولى عبارة عن فعل كولوري ينتهي بـ ER، والثانية كولورياج عبارة عن اسم، عبارة عن اسم كولورياج ينتهي بـ AJ. سوف نرى هذا هنا بالطبع. إذا لدينا هنا كولوري ER، ER ينتهي بـ ER، إذن هو عبارة عن فعل كما قلنا، كولوري هو عبارة عن فعل، إذن النهاية ER، إذن هذا عبارة عن فعل verb كولوري ينتهي بـ ER. إذن هنا نقوم بإضافة أج كولوري، نقوم بحذف ER تصبح كولوري، ونضيف أج تصبح كولورياج، كولورياج. إذن هذا فعل كما قلنا، وهذا عبارة عن اسم ينتهي بـ أج، أج كولورياج. إذن هنا قمنا بحذف ER وأضفنا أج، أضفنا أج، إذن حذفنا من الفعل ER وأضفنا أج لكولوري، كولوري تصبح لدينا كولورياج، كولورياج، وهو بالطبع عبارة عن اسم نو، سيتان نو. إذن حولنا هنا الفعل كولوري إلى اسم كولورياج، فأصبح لدينا كولورياج. لدينا هنا complete les phrases، يعني أكمل الجمل. لدينا جملتين، j'aime coller les images، الجملة الأولى أحب لصق الصور، j'aime، والجملة الثانية j'aime monter les pièces du jouet، j'aime monter les pièces du jouet، أي أو أحب تركيب قطع اللعبة. إذن الجملة الأولى نقوم بملء هذا الفراغ، j'aime le فراغ des images، إذن نقوم بتحويل الفعل كولي، إذن هذا هو الفعل كولي ينتهي بـ ER، نقوم بتحويله إلى اسم بالطبع بنفس الطريقة، verb بنفس الطريقة السابقة، نقوم بحذف ER، نضيف أج لكي نتحصل على اسم le nom. إذن كما نلاحظ هنا le الاسم مسبوق ب le، un déterminant le، le déterminant le، كما إذن déterminant، كما هنا أيضا، كما نلاحظ هنا أيضا coloriage مسبوق ب déterminant le، إذن الاسم يسبق ب déterminant هنا في هذه الجملة، هو عبارة عن le، j'aime le. إذن نقوم بنفس الخطوات السابقة، إذن الفعل كولي نكتبه كما هو كولي، نقوم بحذف ER هكذا ER، ماذا يصبح لنا أو ماذا يصبح عندنا؟ كول، كول، حذفنا ER يصبح لدينا كول. إذن بعد حذف ER ماذا نضيف؟ أج، إذن نضيف زائد أج، بالطبع زائد أج، ماذا يصبح لدينا؟ كولاج، تصبح لدينا الكلمة كولاج، كولاج، وهي عبارة عن اسم. إذن جيم le collage des images، يعني أحب إلصاق الصور. بالنسبة للجملة الثانية، j'aime monter les pièces du jouet، يعني أحب تركيب قطع اللعبة، إذن الفعل هنا هو monter، نقوم بتحويله إلى اسم. إذن نتبع نفس الخطوات السابقة،
نتحصل على الاسم. إذا قم باختبار نفسك وحاول التحصل على الاسم من الفعل مونتي بالطبع باتباع نفس الطريقة ونفس الخطوات، سوف يكون الأمر سهل عليك جدا. وأخبرني في التعليق إذا وجدت الفعل أو وجدت الاسم من الفعل مونتي أو لا. لي اقرأ. Le 2 janvier, c'est يناير. إذن هذه الطفلة هنا تقول Le 2 janvier أو 12 janvier, c'est يناير. هو يناير. Le 2 janvier, c'est يناير. 12 janvier هو يناير. ولدينا هنا هذا الطفل يقول أو يرد وي نعم نفيتون يناير أون إيفير. نفيتون يناير أون إيفير يعني نحتفل بيناير في الشتاء. إيفير فصل من فصول السنة وفصل الشتاء إيفير. إذن لدينا هذه الفصول هنا فصول السنة بالطبع. لدينا هنا إيتي. إيتي كما نلاحظ هو عبارة عن فصل، فصل الذي يكون فيه تكون فيه الشمس مشرقة بالطبع دائما لتكون الصورة واضحة، والسماء زرقاء. إذن هو فصل الصيف إيتي. برينتون هو فصل، هو فصل الربيع بالطبع وفصل الربيع كما نلاحظ هنا الأزهار والسماء صافية. إذن هو عبارة عن فصل الربيع. برينتون فصل الربيع. إذن بقي لدينا إيفير كما قلنا هو عبارة عن فصل الشتاء. كما نلاحظ هنا الثلوج متراكمة متراكمة على البيت في كل مكان. إذن فصل الشتاء إيفير. إذن تبقى فصل الخريف كما نلاحظ هنا السحاب الأوراق تتساقط من الأشجار. إذن فهو فصل الخريف أوتوم. إذن فصل الخريف أوتوم. إذن لدينا أربعة فصول. إذن نعيد كما قلنا إيتي فصل الصيف، برينتون فصل الربيع، إيفير فصل الشتاء، أوتون فصل الخريف. كومبليت لي فراز بار لا سيزون كي كونفيان يعني أكمل الجمل. لدينا أربع جمل. بار لا سيزون الفصل أو بالفصل المناسب. لا سيزون كي كونفيان لا سيزون إذن الفصل. نقوم بتكملة هذه الجمل بالفصل المناسب بمساعدة هذه الصور هنا. إذن الصورة الأولى جو في على بلاج دنابا أون. أذهب إلى شاطئ النابا في بالطبع. هنا الصورة ماذا توحيلك؟ توحيلك بأنه فصل البحر الشاطئ شمسية كراسي إلى آخره. إذن هو فصل الصيف. إذن جو في على بلاج دنابا أون نيتي. دونك جو في على بلاج دنابا أون نيتي. الجملة الثانية والصورة الثانية أيضا بالطبع. هنا لدينا جو في على مونتاني دي جورجورا أون. أذهب إلى جبل جورجورا أون في بالطبع حسب الصورة هنا. أتمنى أن تكون واضحة. عبارة عن جبال وعلى قمامها أو قمامها بيضاء وعبارة عن ثلوج توحي بأن هناك ثلوج. حسب الجو أيضا يوحي بأنه هنا فصل الشتاء تراكم الثلوج فوق قمم الجبال. إذن الفصل هنا هو فصل الشتاء. إذن فصل الشتاء بالفرنسية. إذن كيف نسميه؟ Je vis à la montagne du Jorjora en hiver. إذن hiver en
hiver. Et donc je vis à la montagne du Jorjora en hiver. الجملة التالية نبدأها من هنا. Je vis au désert de Timimon en. Mais طبعا الصورة توحي على أن الفصل هو فصل. عموما نذهب إلى الصحراء، الوقت المناسب للذهاب إلى الصحراء هو فصل الشتاء والخريف على ما أعتقد، لأنه يكون الجو في الشتاء يكون عفوا في الشتاء يكون الجو بارد جدا، في الصيف يكون الجو حار جدا. إذا فصل الخريف هو فصل المناسب للذهاب إلى الصحراء. Je vis au désert de Timimon en automne. إذا Je vis au désert de Timimon en automne. عفوا. الصورة الأخيرة أو الجملة مع الجملة الأخيرة أيضا. Je cueille les coquelicots, les marguerites dans la forêt E. إذا هنا هذه الصورة عبارة عن أشجار وأزهار غابة. إذا la forêt, c'est la forêt, فيها أزهار وأشجار. كوكليكو ولي مارغوريت نوعين من أنواع الأزهار بالطبع هذه الحمراء نورمالمون سي كوكليكو ومارغوريت هي هذه الأزهار البيضاء إذن هي عبارة عن نوعين من أنواع الأزهار كوكليكو إي مارغوريت جو كوي لي كوكليكو لي مارغوريت dans la forêt E بالطبع في فصل الفصل الذي تكثر فيه الأزهار والسماء صافية والحشائش الخضراء وفصل الربيع بالطبع E كيف نسميه باللغة الفرنسية E printemps إذن je cueille les coquelicots les marguerites dans la forêt E printemps